السلام عليكم جميعا، نرحب بطلابنا الاعزاء واسرهم حقيقه على تواجدهم اليوم معنا. نرحب بسيدي مدير دار العام للموارد البشريه في الحفل الافتراضي لتكريم الطلبه المتميزين في برنامج البكالوريوس. بطبيعه الحال انا انقل لكم تحيات سيدي معالي القائد العام الفريق عبد الله خليفه المري، اللي دائما في سؤال عن احوال طلبتنا المبتعثين. انا بس اللي ابغي اقول اليوم مشكورين على جهودكم، ونبغي ان شاء الله التميز هذا يكون مستمر. نستاذنك سيدي الان ان نبدا مراسم التكريم، فنبدا بالشهاده الاولى الطالب محمد سعيد خليفه المهيري، تخصص علمي برمجه في تطوير التطبيقات، المؤسسه العلميه كليه التقنيه العليا، حصل على تقدير امتياز في الفصل الدراسي الثاني لعام 2020. عندنا الطالب سعيد عبد المحسن البستكي، التخصص العلمي البرمجه في تطوير التطبيقات، المؤسسه العلميه كليه التقنيه العليا، حصل على تقدير امتياز في الفصل الدراسي الثاني. الآن عندنا كلمة للطلبة المبتعثين. مرحبا سيدي. نيابة عني وعن عائلتي الكريمة، حبيت أشكر شرطة بيع على الفرصة اللي قدموها لي بإني أنضم لها كرابط مستقبلي بالقوة، وأخص الشكر إلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة بيع. سيادة العميد الدكتور صالح عبد الله وسيادة المقدم الدكتور منصور بتواجدهم وإلقائهم بكلامهم الطيب الذي يساهم في رفع من معنوياتنا كطلبة بالاستمرار بهذا المستوى من التعليم. أشكر معالي عبد الله خليفة المري، وأشكر كافة الأخوة ضباط وأفراد شرطة دبي، وأتمنى أن أحمد يكون إضافة جديدة إلى هذه المؤسسة. شكر موصول لأسر طلابنا المتميزين. حقيقة أنا أعتقد اليوم هؤلاء المتميزين هم ثمرة النجاح، وهم شباب المستقبل، وهم إن شاء الله من سيتولون دفة القيادة في المستقبل القريب. الله يوفقكم وإن شاء الله ييسر أموركم، تواصل يستمر معاكم حتى إن شاء الله انتهاء الدراسة ورجوعكم إن شاء الله للعمل واستلامكم لوظيفتكم في شرطة دبي. شكراً على حضوركم وما قصرتوا.